للحديث عن الفساد المستشري في أروقة الحكومة في العراق وحديثها عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. يعني الحكومة تتحدث عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد التي حدثت مؤخرا. بداية، كيف يمكن قراءة تشكيلة اللجنة الممثلة من قبل ضباط أمنيين؟ كيف ترى ذلك؟ مرحبا فيكم وفي مشاهديكم الكرام. بالنسبة للفساد مستشري في العراق منذ الاحتلال عام 2003، وهذا واضح، وهناك حكومات متعاقبة جاءت بنفس التوجه الذي جاء فيه الكاظمي الآن بتشكيل لجان من أجل فضح الفساد وكشفه و إيقافه. وللأسف كل هذه اللجان لم تأتي بنتائج تفيد الشعب العراقي، وإنما سارت كما سار الآخرين من أجل بقاء هذا الفساد قائما. وهذه اللجنة التي شكلها الكاظمي برئاسة الفريق أو الرغيف، وإضافة لممثلين عن جهات أمنية أخرى، هي ثلاثية، وعلى أن يشارك في ذلك جهاز مكافحة الإرهاب، باعتقادي أنه هي ستكون كما كانت في السابق ذر الرماد في العيون كما يقال. وإذا كانوا هم فعلا جادين في هذه القضية، فعليهم أولا أن ينزعوا سلاح الميليشيات و السلاح العشائري أيضا، حتى يكون هناك فسحة من المجال لتنفيذ هذه المقررات إن وجدت طبعا. وبالنسبة لما يجري الآن، واضح أن الفساد مستشري ابتداء من البنك المركزي العراقي وتحويل العملات الصعبة، إضافة إلى المنافذ الحدودية التي هي تهيمن على مسألة الجمارك وسيطرة الأحزاب فيها. وكما يقال أن هناك جهات مسيطرة ومهيمنة على هذا التوجه، توجه أنه مزيدا من المال في جيوب هؤلاء الأحزاب والميليشيات، ويترك الشعب العراقي كما هو بدون أي مساعدات ممكنة. طيب، في مجالات متعددة. دكتور محمد، هناك يعني هيئة خاصة لمحاربة الفساد، أوصت هذه الهيئة من قبل بتقليص رواتب المستشارين وأيضا اللجان، لماذا لم يتم الالتزام بما قررته هذه اللجنة؟ ما السبب في ذلك؟ أعتقد أن هناك عدم احترام لهذه اللجان، لأنه الهيمنة هي جارية بالنسبة للمهيمنين على قرار الدولة، وهي الميليشيات أكثر شيء المسلحة الموجودة. وحتى قبل يومين كان هناك اجتماع لوزير داخلية العراق عثمان الغانمي، أشار إلى أن هناك فساد مستشري في مراكز الشرطة. وهناك أيضا مثال آخر أريد أن أسوقه، وهو أنه وكيل وزارة الخارجية السيد محمد الحاج حمود ضرب مثالا عن هذا الفساد. قال: جاءني أحدهم ليقول لي أنه يطلب أن يكون سفيرا، فسألته: أي لغات تعرف؟ قال: لا أعرف سوى أنني كنت أجيد مسألة اللطم على الحسين في مواكب، وأنا أطلب منكم تشغيلي كسفير في إحدى السفارات العربية. ورفض محمد الحاج حمود هذا الطلب. طيب، لأنه رجل مهني وقانوني وفعلا متمسك بأنه الدولة يجب أن يكون لها احترام. هذه الأمثلة الصارخة تدلل على عدم احترام هيبة الدولة، ولذلك المواطن العراقي أعتقد أنه ليس له أي سلطة على هذه، إذا ما تكون هناك
نزع عملية نزع سلاح الميليشيات الموجودة المهيمنة على قرار محمد الدولة. في هذا الإطار، في إطار الميليشيات، هل يعني يمكن التشكيك بقدرة المالكي ولجنته من أن تمس جذور الفساد طبعا المتمثلة في قيادات الأحزاب الطائفية وأيضا الميليشيات؟ هل يستطيع الكاظمي بلجنته الاقتراب من الأحزاب الطائفية والميليشيات، وبالتالي يمكن له أن يقوم بتنظيف إن صح التعبير الدولة حكومته من كل هذه الشوائب التي أتت بعد عام 2003؟ أعتقد لا يمكن، لأنه قبل فترة عندما اجتمعت هذه اللجان التي هي مهيمنة على قرار حتى مجلس النواب الموجود المالكي والعامري والحكيم وغيرهم ممن هم لديهم سلطة على مجلس النواب، قال نور المالكي وبصوت عالي أنه سوف يضع حد لتصرفات الكاظمي بعد زيارته إلى واشنطن. ولذلك أنه الكاظمي لا يمكن له أن يفرض هيمنته وهيبة الدولة على قرارات يتخذها إلا إذا كانت الأمور بشكل آخر، ونزع سلاح هذه الميليشيات وسيطرة وهيمنة على المنافذ الحدودية، وبذلك يكون للدولة هيبتها وممكن الحصول على منجزات جديدة. لكن أنا بتقديري أنه الأمور لم تأخذ مجرى طيب، وإنما العكس سيكون، هو أنه الملفات الفساد ستبقى على الرف دون أي مفاتحة أو محاسبة، وإنما هذه اللجنة ستأخذ مسارها كما أخذتها اللجان السابقة في أيام عادل عبد المهدي وقبله السيد حيدر العبادي. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.